20 عاما في القطاع المصرفي قرر أن يصبح رائد أعمال ومستثمر ملائكي، ما يسمى بالإنجليزية Angel Investor. فهو يركز على تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، خاصة في نواحي إنجاح عمليات ولاء العملاء، تكنولوجيا التأمين إنشورتك، تكنولوجيا التعليم إديوتك، تكنولوجيا المالية فنتك. مؤخرا انضم إلى ثالث أكبر حاضنة متكاملة في العالم. يسعدني أن يكون معنا اليوم ديباك أهوجا، رجل الأعمال الهندي، الشريك الإداري والمؤسس في شركة Venture Catalyst. ديباك، ويلكم. ديباك، مرحبا بك إلى الاستوديو. شكرا هالة وشكرا لتلفزيون دبي لتحت هذه الفرصة، هذا شرف لي. ديباك، بعد 21 عاما من مراكز القيادية ناجحة في بنوك كبيرة مثل مشرق، أي بي أن أمرو، أمرس أن بي دي، وجاك بانك والعديد غيرها، ما الذي دفعك لتقرر أن تصبح رائد أعمال ومستثمر ملائكي؟ سؤال وجيه. خلال رحلتي في صناعة البنوك التقيت بالكثير من رواد الأعمال الناجحين، ورأيت بأنهم لا يخلقون الثروة والقيمة لأنفسهم والشركاء فحسب، بل يزيدون من الوظائف ونمو المجتمعات والبلاد، وهذا ألهمني. وخلال هذه الرحلة في البنوك أيضا استثمرت في بعض الشركات الصغيرة ومدرسة 2000 طفل اليوم وشركة ناشئة، وتشجعت كثيرا بهذه الأعمال ودفعتني لهذه المجازفة، ولهذا أصبحت رائد أعمال. وبعد أن التقيت رائد أعمال الناجحين هم الذين حفزوني لإيجادي السبل، وكلمة بقي في بالي، رواد الأعمال هم الذين يحلون مشاكل العالم، وهم الذين يسدون الثغرات، أشخاص مثل ستيف جوب، بيل غيتس، إيلون ماسك، مارك زكربيرغ، هم الذين يحلون كل المشاكل تواجه العالم وساعدون على التواصل. فأنا أؤمن بأن رواد الأعمال هم الذين يحلون مشاكل العالم. رحلة مدهشة ديباك، أنا أعرف أنك منخرط بشكل كبير في تنمية النظام البيئي للشركات الناشئة، وخاصة في عمليات ولاء العملاء، مثلا الخدمات التكنولوجية للتعليم والتمويل والتأمين. نعم، سأتحدث أولا في الإمارات وبعضها الهند. الشركات الناشئة في الإمارات تطور بشكل كبير جدا بسبب الدعم الحكومي ومبادرات من حكومة دبي مثل المسرعات وفنتك هاي وهب 71 وأي دي كيو، كل هذه المبادرات تساعد كثيرا. الشركات مثل أوبر وأمازون أيضا بدأت تبني قصص كبيرة جدا هنا. أيضا الهند تشهد العوامل الذهبية، أول 8 أشهر من هذا العام 20 مليار دولار استثمرت فيها شركات الناشئة، هذا أمر غير مسبوق. الشركات أيضا 29 شركة أصبحت كبيرة جدا وعملاقة في الهند، وسوف نشهد المزيد من هذه الأعداد في بلادنا. الإنشورتك أو صحتك. نعم، استضافنا الرئيس التنفيذي الدكتور سيف، هو من أعز أصدقائي. التأمين الصحي هنا إلزامي، ونحن قمنا بسد هذه الثغرة من خلال تقديم الجانب التكنولوجي، ولقد وفرنا التكنولوجيا لـ40 شركة في الإمارات العربية المتحدة وتصنع علاماتها التجارية الخاصة، وحتى لا ندفع لدفع التكلفة. أيضا مجالات جديدة مثل التأمين والتعليم، لم نشهد التكنولوجيا من قبل في هذه المجالات، وهذا أمر جيد جدا. نعم، هي مجالات واعد، وكثير من الثغرات التي تعرفنا عليها مثلا في الصرف تعرفنا عليها، ومثلا مثلاً في التمويل أو الخدمات التكنولوجية التعليمية مثل إدارة الثروات وفكرة المشاركة مع العملاء، دائماً في الهرمية هي الأكبر، لا توجد نصيحة نقدمها لهم. فقدمنا بحلول قائمة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وهؤلاء الأشخاص هم بحاجة لخطط التنمية للتعليم والأطفال وشراء المنازل أو حتى للتقاعد، فعلنا كل هذه الأمور. وكما قلت، نحن نعالج المشاكل من خلال مساعدة العامة بشكل كبير. نعم، أنتم أيضا تعملون بشكل كبير جدا مع ثالث أكبر حاضنة أعمال متكاملة في العالم، Venture Catalyst. نعم، هذه قصة جميلة أحب أن أرويها. Venture Catalyst بدأت رحلتها قبل حوالي 6 أعوام في الهند، والرحلة بدأت بشكل مختلف. عادة نرى أنهم
دبي يستثمرون أموالهم بعدها يحصلون على من الشركاء المحدودين. إذا أردنا أن نعرف Venture Catalyst للأشخاص اللي يسمعون عنها للمرة الأولى في عالمنا، Venture Catalyst الشركة تستثمر في رؤوس الأعمال المغامرة، وهذا ما نقوم به بشكل أساسي. نحن شركة خاصة، الأمر ما يقدمه منذ البداية أنهم يذهبون إلى الأشخاص مثلا في المدن ويعرفون عن الاستثمار الملائكي، وقاموا بتثقيف رجال الأعمال حول الاستثمارات الناشئة والاستثمار الملائكي، وقاموا بمقرطة هذه الاستثمارات. لدينا 45 مدينة عملوا فيها و 6000 مستثمر مساهم، ومشاركتي معهم بدأت في أغسطس 2019 عندما جاءوا إلى دبي ورغبوا بدء عملياتهم هنا. وبالنسبة لي كانت رحلة عظيمة، لأن خلال 20 عاما كنت أعمل في الصيرفة، فعلت شيئا مشابها، ولكن هذا العمل فريد، وأتطلع لتنمية الاستثمار الملائكي في الإمارات والمنطقة، لأنني أؤمن بشدة بأن النظام البيئي لشركات الناشئة سينمو بشكل كبير جدا إذا ما دعمه المستثمرون الملائكيون، لأن هم الذين يدعمون شركات ناشئة في المراحل المبكرة، وهم الذين يستثمرون أموالهم بدافع الشغف وليس بدافع الأرباح والأرقام فقط. حديثا عن المستثمرين الملائكيين، كيف ترى أو هل هنالك مجال للتطوير هنا في البلاد؟ ما الذي يجب أن نقوم به من أجل تعزيزها؟ الاستثمارات الملائكية ستكسب الكثير من الزخم في المستقبل في هذا العالم، لكن أمامنا عمل كثير. الجانب الأساسي هو التثقيف والوعي. مرة أخرى، أنا عملت في البنوك، والغالبية هنا يدخرون أموالهم ويشترون في العقارات أو الإيداعات، ولكن الاستثمار الملائكي ليست بالأمر الشائع، لأنها لا يعرفون كثيرا عنها وفوائدها، فهذه توفر القيمة للمستثمر، وكذلك تخلق الوظائف. نحن ندعم رواد الأعمال ونساعد على خلق القيمة، فهذه فوائد الاستثمار الملائكي. كلما زاد الوعي هنا، أعتقد بأن النظام البيئي سيستفيد منها. أتمنى أن يحصل على كل هذا الزخم، لأنها تقدم فوائد كثيرة. بما أنك أنت الآن في أكسبو، كيف ترى أكسبو يمكن هذا النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة؟ عشت هنا منذ 25 عاما، وهذا الحدث نحن نترقب منذ 7 أعوام، وأنا أؤمن بأن أكسبو سيكون له أثر كبير جدا على دبي والإمارات العربية المتحدة، والكل في صناعة الشركات الناشئة ستستفيد بشكل كبير جدا، لأن الحدث يدوم على 6 أشهر، ونتوقع 25 مليون زائر، وكل واحد سيقدم أفكاره الخاصة وحتى أفكار الاستثمارات في الإمارات. فالشركات الناشئة ستكون لها منصات جيدة في أكسبو، وستبحث عن التعاون، وإلى جانب التمويل. وأؤمن أيضا بأن 192 دولة سيكون لديها أفضل ما تقدمه هنا في أكسبو، فهذا التفاعل مع هذه 192 دولة في أجنحتها سيساعد على توليد الأفكار والنظام البيئي للشركات الناشئة. كل ملايين من الزوار سيرغبون بالإقامة هنا، لأنه بلد رائع للعيش فيه، وعندما يأتون إلى هنا سيساعدون في زيادة أهداف الأسواق هنا، وهذا عامل مهم جدا في النظام للشركات الناشئة. أرى فوائد كثيرة جدا هنا. رائد ديباك، شكرا جزيلا لكونك معنا.